ضياع من خطايا في دهاليز الحياة جئت في كفي منايا جئت أرجوك النجاة جئت والقلب ينادي قد شجى روحي صدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى هذا رالك النقضة وحي نوصيس عندنا مواضع دينا أنكه الليني حنوما ليهم محاضرة دي سدحات أو كنت تعلق محاضرة دي أفراد أو كنت تعلق دي أسباب الهلاك وما دمان تطبها هشته عواد بدلنا وكييري هياه وحان هرو صاع دينا ايبنا او شاقي عباد كاينو صن وحباء انفعين لان الهي سبحانه وتعالى هران بوديو هوشا واعدي وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه الهي حير وديه ويتوصا تيصور راعي ولا تتبع السبل ودوين كاله الراعين الهي حير والكتاب كيه اي رسول كان صادر هل الراعو لبدا هدي للراعي وايو ومدى ويهلاك سميسا وحان كوهلاك سمينانا وابما كسوى دي دينا ووحان قعمهن كلان ماضني إلهينا ومد اسكما بهلاكو ومد آن لو ديجين عدينا آن لو جينين كتابنا آن لو ديجين نبينا الله صادرين إلهي ومد نوعا اسكما بهلاكو ومد ملك كتاب إلهي الله صادره أو كتابك إلهي أي سيران والطوران نبي الله صادره نبي أي راعي ويان إلهي سبحانه وتعالى عقوب كسو دجيا أما هل مر هل هلاقو أما يان لو هلاقين عذر يبلايها لقوس اللذو مركا إلهي سبحانه وتعالى هوشا نرام بعدي وحان مركا كسو هذا الأسبابتا لو هلاق سمه أو حق قلبي اعتقاد كلها بطه وحان كذا كسو هذا الأسباب تلقوا هلاك سما أو شريعة الله قد تجاه درسي إن ما أنتوا أسباب تلقوا هلاك سما أن قنايسه إلى المخلوقين بعضهم مع بعض مخلوق وبرك الله بركة كله هلاك أو ذنوب تمرك قال الله وما ذان قال الله كل عذابك كل عماه قال ذي كرنا عذابك ويلج لين ابك واللقبا آخرا بنن بنيدي سلا الله صار أما الدنيا ذا مصيبة مركة اعتماده ويوضع قبريسة نبي صلى الله عليه وسلم حديثك مركة قبرة كتر أنه لك وفينا الصالحون نبي إلهي ومانا لهلاق ومسوق يرنبع ذاتك للقوين كي أهري كي دنبب وفينا الصالحون وحي ودد وناكسا أو قيام الليل كتكدان أو صدقة بحيان أو جهاد كآذان أو قرآن كبرتان علمي قدد كبران وحو ينقود جيران ميا نبي إله نبي إله ودد كوران لهلاقي نبي حول نعم مركي بضت دد كحون مركي بطان وحو النبي صلى الله عليه وسلم واني لهلاقي أو دد كفعنان هلاقي والقلي إلا قلق سانية ذهلور لسو صاري كي فعنان يدي ثال لسو صاري كي حمانان يدي ثال لسو صاري لبك مركو رعايا
وحاول عد أم بعض صواب تعلل كانتي عد في عناد ويكون على كسم يسا وحنقول تجدون حلال وهلا كسم إن الزنا ده يربى ذا كميتها يندرس وقول تجدون ووحي بين آدم كسميان فاحشة ذا يك سميا ربضنا يك كشق يستا أو سميا مع ذلك كوي سمينا كل كواب سلم يعذوك عد هذا مو كواب سلا فيا صدق يقطع عد وقطع مل عد وقطع مال ورهي مل واحد دودو على سوال لواي عد كسوا عباد يسا كي صالح هو عباد هيا كي فاجر كوا عباد هيا قال كوا عباد هيا منافق كوا عباد هيا محا انت قلا هوشا كشقية عذاب كملك وسود دجنا صالحين تنا ويكون قلمون سبب كملك كوبات أو الله بني حق مخلوقين تحاوي البغي والعقوق حد قدوك إن نسكو حد قدبه أو ننكا ننكا كلا أو وير البقاله أو حريسة أو قاته أو ديجيسة أو داديو حد قدب أو محودي لهيا ريه بالبانر كان ليرا أناك ودني بان نحي لولك أناك إسكالة عدو دونو كتير ريه بالبانر ليرا يو نمان بقران نحي داد كان لاينا قبيل لان دير أنهو إن الله اللي كرتما لهن كبرنا أنا عد كلام مجهول سنكرتو أنا كلا عدنا لها اللي كرتو ملحن عدي حدود دين صاقة شو طاقة حالها أنا عدي دكتو ورن كل نقول فتول حبضي أكاين وقرا عوي حد كده وواحد أحضر الوها لاجو إيه العقوق إن لولد والد عاس اللي قلنا نقضه وهو يا أب أو والد كل اللي بين باري لون نقضه عروتنا عاق نقلان ما أنت عاس نما أنتي مريسة كبار الوالد كذا كما ورقبته ويل كابيسة كما ورقبه عقني ماذا ميجي قدام بيسي مرهيسة صوبناها نوشي صلوات الله وسلام عليه آخر الزبان ملك اللقارة عاسقة إنو بضان دونه وضد كبار هيقان أيران دونان ساسا حديث أنا سينو ماريك ورين حنة صلى الله عليه وسلم باباني لبا باب عقوبة الله سيدك دك بيوتي ماذا في الدنيا البغي والعقوق باباني معجلاني نبي صلى الله عليه وسلم لا بابا معجلان وعقوبتهما عقوبه ولا سود دجيه في الدنيا الدنيا او عقوبه الدنيا يكون ليس او كذا هميس او محي البغي هدي حد قدب يا قواد فل على تيمادو او ددك اادل ميسو ارينتا اخره لغان الدنيا اني كوغو دحدو اديغن لغا ارغتو ان لو جروي ابالكا لغا ابال مري عاصنمدنا وا سدا سوكل قفك مركو عاس النقضه او لبد والد عاس وكن نقضه اما ميد كميد عاس كن نقضه وح شرعاده اي او كوشهنا شرعاده وحي او كوشهي او عاس او نقضه ان والدك لو سميه او ديدو عقوبته كي كدعداو يا مالين هدو ابيس ال ادا كفيريو اسغن عنغي زايز كوغي مالين هدو دربا دربا ها اوتالا هو يهدف لغادي سف لغادا كوتا لا واخ كان انت لا غاري لبدا النبي صلى الله عليه وسلم ما بدا هام وا لبدا مصيبه او دغدغ بدل وا لبدا عقوبه او درن ادويا دشه واخ بدل نواب الله حياب ضب بدل او عاصيا لهاين او والدين تي ادويا كو دبان وا الله حيا وركودا سيده او دبانيو وخي ماركي دمي كو دنبين حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ذنب مجرى أحرى لو قد ذا البدن هاي إلهي إنو صاحب كيس عقوبة أسودة ديجي في الدنيا أولي بقى لقد بقين في الآخرة تنا أساس وكلا من البغي وقطيعة الرحم نبي حدث صلى الله عليه وسلم ذنبك إلهي سبحانه وتعالى أدونك أسودة ديجي وصاحب كيس الدنيا ذا أنتم لو قد بقين وحابة كميدة العقبة كميدة عاصن مدى كميدة وحابة كلاو كميدة البقي إيا وقطيعة الرحم قرابة دو لقويو رحم كأول لقويو أما الرحم كحق آبها هكا أمادو أما حق هو يده هكا أمادو قرابة دو أول لقويو الله جارو عقوبة إليه بيل أدلة بضان بعضين إيسا عرش هو سيسينا يتكتي إلهي سبحانه وتعالى يوشاقتي إلهي نأوجيري ننكي أليو كوغوي أنيغا وانغويني ننكي عليك كحريرين أنيقنا وحريرين مصيبة محيل أمانا إيسا رحم كيبا هنقوين صومو قرابة يا ورقة هيا لما انشقايسن انشه مع بيهوش مرهيسا وانشقايسا شقايسو
kartida iyo raganimadan la umaaday ha laga helo qaraabo wax war ka qabo ma laho warkii gaalada idiin la qaatay dhaqan gaalo la qaatay yaa arkaynin cid qaraabo ka war hayso iyo cidga qaraabo ka war qabto in yaroo ilaahay subxaanahu watacaala naxariis mooge markaa sababka koowaad oo cuquubadii halaagga soo degdego xagga makhluuqana u noqonayso albaqyu waalcuquuqi sababka labaad oo u laabanaysa xagga makhluuqiinta maxaa ka mid ah alzina waalriba zinada iyo hibada ilaahay subxaanahu watacaala zinada wuu xaraameeday ilaahay wuxuu yidhi walaa taqrabuu zina waniwow zina yaan loo dhowaanin oo faaxisho yaan la samayn zinada maxaa loo wadaa waa inuu ninka gabar u tago u galmoodo si aan sharci ahayna ugu tagaa zina la yidhaahdaa ilaahay subxaanahu watacaala markaa wuxuu yidhi yaan loo dhowaanin zinadii maanta intay maraysaa cuquubo dhan iyo balaayo dhanna zinay ka timaaday zina ayay ka timaaday in badanna arrintaa oo waalidiinta ka midna waxay ku yeelan doonaan lug bay ku yeelan doonaan soo baytay guurkii waa la adkeeyey oo guurka qaali baa laga dhigay haddii guurka qaali laga dhigay oo aabbihii hunguri uu raadin hooyadina ay ka sii daran tahay lacag ay raadinayso haddii gabadhiyaa guursan gabadha cid guursanaysa mana aabbihii lacag uu rabaa hooyadina lacag bay rabtaa gabadhii guur bay u baahan tahay nin faqiir in loo guuriyo lama rabo nin xoololaa la rabaa marka dambe maxay noqonaysaa hadday gabadha aragta inaaban loo soo soconin aabbihii uu leeyahay todoba talo ka dhalatay adduunyuu ku sugaya ninkii soo doona wuxuu leeyay igu soo noqo todoba talo ka dhalatay todoba beriba talaa ka dhalataa muxuu rabaa inuu ninkii baaro jeebkiisinu ogaado xoogaa xoolo ma haystaa baabuur cad ma leeyahay akowntii maxuu u yaallaa dibadaha ma ka umaaday hawshaa haddii loo sheegi waayo wuxuu leeyay maya gabadha ma bixin karo hooyada warkeedana iga daa hooyada warkeeda xag iga wadhi hooyo waa tii gabadheeda guurka la raadin jirtay iidaba waxay leedahay ani ii keeni maysid nimaan fura wadanin ma keeni kartid nimaan fura wadanin ma taqaanaa ninkaa shukaasanayso waa inuu baabuur wato baabuur kalka u dhigo furahana gacantuu ku wato wey nimaan fura wadanin gurigaa ma soo geli karo iimaan xumada u fiirso iimaan xumada iyo qaaddarnida u fiirso sidaa hadday dhacdo aabbihii qeyb buu ku yeelan zinada hooyadina qeyb bay ku yeelanaysaa zinada markaa way xunta waxaan soo marnay nabigu inuu yidhi macnaha lam tadhari lfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihi mutaacuun walow jaacu latii lam takun fii aslaafihim iladiina madow waa kuwa xadiiska nabiga ahaa marka waxaa ka mid a waxaa lagu halaagsamay zinadaa ka mid a si markaa zinada ay u yaraato nimayahu guurka la fuudeeyo guurka ha la fudeeyo oo guurka raqiisa laga dhigo oo gabdhaha iyo dhallinyarada ha laisku guuriyo oo balaayadan istabayaacaysa ha la joojiyo takaasidan faraha badan oo cid wadata aan la garanaynin ha la joojiyo meelahan gabadhii diin la geeyay laiskugu tago oo intaasoo naag taagantoo xinno iyo balaayo loo marinin ha la joojiyo labadan halaadoo la qalina ha la joojiyo labaatankan bariisoo looroo labadii sokortana ha la joojiyo konton kon maryoodoo la gadina ha la joojiyo balaayan istabayaaciyo loojimahan loo yaacina ha la joojiyo war guurka ha la fuudeeyo haddii guurka la fuudeeyo ilaahay subxaanahu watacaala muxuu ummaddii usoo dejin khayr iyo barako usoo dejin waxaala waxaa lagu yahay markaa waxaa ka mid a zina baa ka mid a waxaa ka mid a ribadi baa ka mid a ribo maanta ciddee ka baxsata cid ka baxsata malaha hataa ninkaa cununqiiqeedaa soo gaaray ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay ribada ninka qaata ilaahay inuu la dagaali doono inuu ilaahay subxaanahu watacaala fa'danuu bixarbin min allah wadaruu maa baqiya min arribaa in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu he bixarbin min allah ilaahay baa wuxuu yidhi anigaa la dagaal wax xun inay tu fiirso waxaa la yidhi sunnada iyo qur-aanka labo meel baa dagaal lagu sheegay meel waa qolada ribada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi anigaa qoladaa la dagaali fadaruu maa baqiya min arribaa in kuntum fain lam tafcaluu fa'danuu he bixarbin min allah meelna waa sunnada nabigo nebi wuxuu yidhi man caada lii waliyan faqad aadantuu bilxarb ninkii weli weligay ka mid la dagaalo ninka weliyada ilaahay la dagaalo faqad aadantuu bilxarb waa xadiis lqus ilahay wuxuu yidhi anigaa dagaal ku qaada awliya ilaahay ma taqaanaa awliyada ma aha meel la dego calan meel laga surana ma ahan arin meel lagu qalana ma ahan
هبردو قيتي ومالس كوكايرا معها موزيكا مالكو كرا عن اولياء لميري الذين امنوا وكانوا يتقون لان الله ينك الهي كعب صدي الهي نرمي اولياء كاسالي ذا تتكا على اسكي الهي تتكا ننك اسكي الهي نوايو او تتكا دين تلاهي وتاغن خير كشاقايو وناقا السمايو ننك تتكا فرق فيق الهي حولي فقد اذنتو بالحق اني قاد قالوا ويسين لمن كان هذا ما انت قايلين ما هايسته إلهي محو فايلس يبلاد وسل له بختي ولا محي سيده اي حقو دمادن اولي إلهي بيبابيين اولي إلهي بيحسوقين يا مسلمين تي بابيين مسلمين تي نكدغين واكو اي غوين يا كو اي سميين يا كو اي كتقلصين إلهي ما انت محو وسل له عذر وسل له عيدم إلهي بالو سيده حبض اسكي حبضنا والاسكي علينا ياهي داونا والو كر لا ياهي تخترنا واقر لا ياهي تخترنا واقر لا ياهي مركا ربضا اولا قاتو اولا عنو وحالها اللي قوها لك سمو ما انت نهوش محاي مريسة ورينتا ينو سوقا دبا يكبح دونتاي قريها مواوين ايا قواريدا اركيسين ان يرو الهي ونحري سموي انتهي داتكن كاكينا قد كان العقد قورمه لا وظهره قواري 6 مليون ولا واته 5 مليون لا واته قريهان كلا رغن ورن كان خوله كما دهو وغلي شيقه وحان سو قاطي بنكي خوغاك سو قاطي حرام حديث النبي حكوي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ورن ناي وحو ناي صلى الله عليه وسلم انت مير تقوين تمير قلالن لو غدو تمير جيد كسارن او قوين يا تمير سند كوره لا غوين نسكو غدا صوبنا واديده محاربا كدلن ربا يا كنار ساسا حديثنا حكوي صلى الله عليه وسلم سينده يا ربضة قرية كما ظاهرتو مقالة لبضة كما موقتو إلا وحيدة جي نفطو إلهي عذاب تيس إلهي عذاب تيس أم بحالكا كسوة ديكو ما نصوهو شاقة ترمع مالكا ما أنت عالم كالله فيريم حوك شاقايا ربا يزينو باب لغا شاقايا يا ربا يزينو لبضة سا لغا شاقايا إن يرو إلهي نحرس موكي labadaas shicaar loo sameeyay eelanaanna loo sameeyay khatmiye moorina loo sameeyay guriyo waaweyn loo sameeyay nabi xuu sallallahu alayhi wasallam idaa dhahara zina warriba fi qaryatin zino iyo xibo qarya haday ka dhaahirto faqad ahallu bi anfusihim adab allah nafto law xidna ilahi subhanahu wa ta'ala adabtiis hadiiska haakim ba soo saaray labina fil kabiir bu ku soo saaray wa qodobka labaad oo lagu halaagsan سبب كسدحات او لو هلاك سما او حق مخلوق نقن محي اليمين الفاجر وطارت فاجره دو بنت نيمبا و خو ربا انو نينكل خولي سا قاطو محكمه د مركه لا تغو و خو قدارني اسغين دولكن يحي خولي دولكان يغاله كو بينالياد او سو كحيسن مر قاطو اي قع كسيناي نينك خولي سو قادن نينك حق لهانا وا لا حبسي كراعنا وا لوو داري حريا اليمين الفاجر بالله ودارثا بنتوي وحلال ولا يستاسع كمد ساسع حديثنا وكسونا صلى الله عليه وسلم حليه شيء مجرو إلهي سبحانه وتعالى وخر كم مقله أوقفك الثواب كله سود الجديو من سيرة الرحم قرابة أوقفك مركو حريدو إسلام مكة إلهي سبحانه وتعالى محو سود الجن خير يا برواق سود الجن شيء مجرو إلهي أسود دجي عقوبة سيدو أسود دجي قطيعة الرحمية واليمين الفاجر يمين تفاجر كماركو قفك الله أماضو إسلامار كاسو عقوبة إلهي أسود دجي قرابة قفك ماركو قوي إسلامار كاسو إلهي محو أسود دجي عقوبة ساسا عنو حليين اليمين الفاجر قفك واحا أكو قاتو لا دار تبانت أكو قاتو تدعو ديارة دارتي سوي تغيسا بلا هلا بهلاك يعني واخ كدن بين اي ملح نينك ارلقاتو نارنا كو قاتو اما غوري قاتو حديث كمعنيه سو خوها نينك اسيه واخ ودن بين ما اولادي سوا ميد والان اي ميد دغلان اي مي ساقته غريانا كوي ددمان وي عقوبدا وارك واخ لا تجابي او في سرتبدا نيمانك قاتان نيمانك ربدا قاتان المهوده maxay ku dambeyn doonaan waa xaraantaysiin waa mid waalan iyo mid sidoo socda aganay iyo mid daroobaysan waxa lamiday dhahan
نمن كحالة هذا كسوق قاتان وزيران سوق علينا لها ويقول زيارة جري جرتي نين كنتو ماذا حدوبتو لبا شالقل بها صارتو لبا تنن كحيسو بها القصيدة ريلاها كسيداي يا أرقي قيل لغي سوق حنجري أو يدي واتي ما دال أورنجري حالة اللي سوق أرونجري كعدد كوضا صوفي حبات كما نور كان نور لغو واليها يمحا واحد اللي قاتان واحد اللي عنان سحن بي أصعدان سحن بي أصعدان حما عنان وانو عاسو كرا نينكا كوراران بانتا او دولكا داسكا كو قادان اما خولaha dulka ku qaadanina waxba ka dambeyn mahayo ilmihiisu waxa uu noqon doonaa wax halaagsama xoolahaasna kulli waa baabi haya maanta maxay mar haysa ninkan dhaar been wax ku qaan asaga ma leh waxa halkan in magaalada wareegi balood nin lahaa oo iska qabsan haduu qabsan maxuu ku dhaaran iduu waraaq u soo sameeyay aniga alaha miskeen kale haduu ma wax halay inta ka dhaqa hawshan adiga ma leedahay shaqadaadana ma ahee ninkan baa iska leh ninka ha la socdo ninka soo sidaa sameeyo faajirnimo wax ku qaato ama baabuur ku qaato ama guri ku qaato ama dhul ku qaato ama geel ku qaato ama ari ku qaato ama lo ku qaate maxaa u dambeeyna helaagu ma u dambeeyn islaantana dib u bay keenna beeli doonta xaraam buusiye leh wayna beeli doonta caruurtana way wada waalan doonaan asagana meel uu ku baxtin doona xoolahana way dhamaani doonaan ciqoobada harimayso ciqoobada ma harayso waxaa lamid ah qatiicatu raxim baa lamid qaraabadoo la gooyo ayaa lamid ah sababka waa sababka saddexaad ee ugu halaagsama oo xagga u laaban in makhluuq sababka afraad adulmu wey in macnaha dulmi la sameeyo culimmadu waxay yihiin dulmu xal ilaah waa wadcu shay fii kayri maxallihi waa shay la dejiyo meeji uu lahaa meelaa ahayn la dejiyaa dulmi la yidhaahdaa dulmi markaa saddexaa loo qaybiyaa dulmi بين الإنسان وبين الله ظلم وحود حياة إلهي إيو إنسان كود حياة إلهي سبحانه وتعالى إنسان كود حياة ظلمنا إنسان كي يدد كده حضود حياة ظلمنا قفك أسجي نفتي سود حياة سيد حاسة ظلمك الله قيبية ظلمك بين الإنسان وبين الله تعالى وحوي الكفر يو الشرك يو النفاق كفر قال لي ما الله ما هذا وظلم حال إن الشرك لا ظلم عظيم شرك وظلم أدوين ما إلهي وحولها بعد كلا سين إلهي وحولها إلهي جار الله أولها أي عد كلا سين ظلم يكون محيه على لعنة الله على ظالمين إلهي إن الذي سالمين تدش وضاعت إن بلن بأيد آخر سأورنا عن كهين كتاب إلهي لدى قاله محيل آخرين على لعنة الله على ظالمين maxay wada ordayn dimuqraadiyey wax lagu dhaqo dhalimiin wey dimuqraadiyey u socdaan kitaabka ilaahay la dagaalayaan salaadina muxuu akhriin alaa la'natullahi ala dhalimiin asaga dhalim muxuu ordaya in qabariyada wax lagu dhaqo oo caado wax lagu xukumo odayaal xukumaan kitaab alla ma ogol alaa la'natullahi ala dhalimiin islaanta maxay ordaysa in lis qawiyo marka la dhigto shafka la sameeyo isteeringa baabuurka la qabto ragga gaadada lagu riixo madaxnimo loo ordo inta laga dhaco la yiri xuquuqdan soo ridi rabnaa oo xuquuqdee kama qanoo soo ridi alaa lacnatullaahi cala daalimiin waa daalimiinti bay ka mid tayidan aayadka ilaahay wuxuu ku yihi waadaalimiina acadda lahum cadaaban aliima daalimiinta ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab kulul buu u diyaariyey ninka ka dulm badan kee wey ninka shareecada ilaahayna wax kayn la wadaajiyo oo ilaahay qaanuun buu soo dejiyey ha lagu dhaqmu yiri adigana waxaa leedahay kitaabkan kaloo gaaban baan wataa keena wax lagu dhaqa daalin baa tahay ninka u ololeeya kowdheh kan ku dhaqa labadheh kan soo qoro saddexdheh kan u sacabeeyo afardheh kullubu daalimiin wey nin allah ninkii u sacabeeyo kitaabka ilaahay waxaan ahayn in wax lagu dhaqo oo qaanuun ka orda daalin wey alaa lacnatullaahi cala daalimiin wey dulmiga waa dulmiga ilaahay addoomaha u dhexeeyo waa dulmi ilaahay leeg kale shirkigaa ka mid eh shirkiga ilaahay qeydkiisa wuxuu ilaahay ilaahay oo qeydkiisaa siiso maxaa shirkii soo geli ilaahay awliyadan qabsana waa shirki war awliyadan aa qabsanaysa jooji wuxuu ku leeyay sheekow aniga maxaan haleeyay waxba ma haleyna ilaahayna waan sheegay awliyadana waan ku daba xiray maya dulmi wey munaafiqnimada ka mid a nimanka labada shaar leh muslimiintana way la biyo cabbaan gaaladana way la biyo cabbaan oo safka hore salaaday ku jiraan salaad ka baaqan mayso cugure diinta saa ha la yeelo taxfiidka loo dadaalo masaa'ida kan ha la yeelo ducaadda ha socoto ducaadda ha hadasho waxaa kama jira beenaalow
ولا صادر صحيح حالي صفقة جوجل عادي قالوا ده عمرك بقول تجار محوله هدان حجاب كان لجهرتين قبلها حجاب بريان تحفيز بقى قصوبة مجال له نمان كدو عادة ويبطل هوشا هدان لجهرتين مساجد الله جحرن سيدان ليجيرن هوشا مصعنيس هوشا ها صعن ميس والله بشارل مرنا معناه صفقة هروب تاجين هاي مرنا صفقة جالد وكجلا ننكاس إلهي سبحانه وتعالى يذل مي لوحي إلهي له سبحانه وتعالى عدك لوحة وقدره قلبك لبا والظلم بينه وبين الناس الصجة يضطك كلا واحد حيوي يعني ظلمك قفك كلا وضطك ظلم يوي إلهي حلي إنما السبيل على الذين يظلمون الناس والضل وحي كقنتي إيا إن لقى أبا المريو كوبا ضطك ظلم يوي قالك لا يحكولي وجساء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحبها ظالمين إلهي ظالمين تموكرا ومن قتل مظلوما ننك أصوى مظلوم لدلها ولكيسا هأرقتو مثلا وحاوي أديك ظلميك الدونك الدومه أو ظلمي وحرام حديث القدسي محوها إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم هه محرما فلا تظالم إلهي سبحانه وتعالى وحول ظلمك أنا وأنا إسك حرامي لعدين أنا ظلميه إذن كان دحين محان كيله حرام بانكية ظلمك مركب حاله لوجه له كسب هذا ظلمك اللي صدر منا يقول محاج الأمان كوا مسلمين تشجعنا أوي ما ماقي لاين ماقي حسوقين ماقي كتاب الله كعيارين ماقي بابين عيدي كبدين إسك بدأ كفار تبارك وتعالى حققنا كوا هذا مسلمين شجعنيو دول كلها ليبتي مسلم قمنا ما بقى هه مرك الله لابته وحقيقة الله جه الله مسلمين تم حي ظلمي وقارتين هالشيء كوا الله عكتها هاي سان ما محي سمايا بقر هذا محي سمايا ظلمي جمر كقتلوا ظلمي جسدحاء والظلم بينه وبين نفسه إنه قفك نفتي سظلمي فمنهم ظالم لنفسه ولاي سبحانه وتعالى فمنهم ذاتك وحاكم ذا ظالم من ظلم لنفسه نفتيس من ظلم وإذا عقوبة معناه لوها لا يكسمه وإذا أقول لابطه حق ظلمي قول لابطه إلهي سبحانه وتعالى وحليه قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة فهل يهلك إلا القوم ظالمون إلهي حليه بل إيه والرمى إلهي عذاب كيسا سيدك دكة دي أتماد أما سيد جهري والله أركه الله ما هلاقه إلا القوم ظالمون قال ظالمون أبو إلهي هلاقه قال إلهي سبحانه وتعالى ظلم الله ماذين قرضا أيها لقاعد كلمها فكأي من قرية أهلقناها وهي ظالمة فيها خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد يا قرية بضنا أهل كذا ظلم أي سمين إلهي سبحانه وتعالى أبربريج يا ألس كجت والله قعرري ولا هلاك سمين مركا ظلم جواقتر ظلم جواقتر قلبك شنات أو الله بني حق أدمه ده حاكم ده عمل قوم لوط خير لوط فعل كي سمين وكلا أو فعل كهير لوط أي سمين محوها إنه نين نو تقو إسلام إسلام وتكت نين نين وحكر راسده وقوم لوط بقوه ريان بالين هذا إلى يفعل وضوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم منكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلهي سبحانه وتعالى حول اللوط وقت يقولي سوير إنكم لتأتون الفاحشة وإنما يوم فاحشة يا حمام بالله ما نيسان ما سبقكم بها من أحد من العالمين والعالم كوحني قهر يوم ملهن هوشن هول حموي نين إنه نين واحد كراسة وحموي أو نين نين كلا وجر لا تقول جورسة دول كذا لا دبديد وأني من كوفش على كش قيام وأني من كوفش على تقارير توين كقر تذكر المسلمين تشجعن يكو هذا المسلمين الله هيسو الدولة ده هيسو كوا شق تجمع وكوا صلاة وين أي سلامان وين أي سجودا وين أي ركوعان نيمان كان نوعا وان نيمان كه وان نيمان كلا نين نقول سدو إلهي دمر كبلاي كسلد أو بلاي أو كدر محو أو كدر يعلدين
إلهي بلاي هدو كان محو كان يالدين سو هدا هوشا ما باش قيسو سو هوشا إذا عدل الله ما سميني سو هوشا رقبا دان هسما يانا ملح سو رقبا نارين تاو ما أرى لين هيا إلهي سبحانه وتعالى وحيل ورمر رقا أتقيسان رقي ميا سيدة هوينك أتقيسان وتقطعون السبيل حدنا مقطع الطرق باتهينو ما دادك دعيسين دادك ميا دعيسين أو دا ميا تاغنتين ما لها الاسكوما المركا تكتان منكر كميا سماي نيسا ولا قالوا حلي ما لها الاسكوما الاسكو شو يجري ما لها الاسكوما يا حمان تكو سماي نجري مركا قوم اللوض فعل كول الله سماي أو نين نين أتاقو وهو حالها لغوها لأكسان وإذن وأسباب طول الله بنيسو حقه وحاويه مخلوقه قلب كل حال أقول الله بني حقه مخلوقه الولد حاكم ذي قف مسلم عرض قيسة وحلق الشيخ قف مسلم أو معصوم دمي أو عرض قيسة وحلق الشيخ ظلمي ويأرهن تاما بنام مسلمين تعرض قوضين لإلى عليو أما إنا الزنا كتورتو أما وحو صنهينا كشيكتو قفك مسلم كعرض قيسة وحلق الشيخ وحاله اللي هلاك سموي وحال الأول ليس محاكمة التفريق بين الشريف والضعيف في الحدود إن لك لا سريسيو ضدك أو نينك الشريف كي حوغا دقالها نهايسة حوغا ماغ عانا له يميتك الضعيف كي مارك حدود لحكم مايو إن نينك الضعيف كي حد لقوه نينك الشريف كي لقتك حديثكم من عاشوا قنيسين قراش وحاد أمور قي شأن المرأة المخزومية جوار الرئي مخصومي جوار الرئي مخصومي وآدو قيم بضا خير كان الرئي لا يقانا يا واحد مركز هو الشيحان واي والحيرين جوار الرئي في عم بيكا دلت مال في عنا ويكسو جودا هدي ما انتك عانت اللي قوينا فالحما ينقونا يسا أرينتي آد باو كبا او قوات وحيري ورنبقى يانو درنا ورنبقى يانو غا ارقيا هذا الذي هدي الله وذا شرار بضان لقبتي وحالي لوحك لما هينو إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة أمباتيوغا أو نبي كي أوج علائه أسامة وحيد الكعبة الأديق النبي هوشا كالهضا حاتر الرهير كان رهير شرف لويو هوشا عابية فضيحة يكون نقونا إسائه نبي إلهي وحار ربعين لسكدايو نبي حب صلى الله عليه وسلم أتشع في حد من حدود الله والأديق محد إلهي سبحانه وتعالى أسود جي ميا ربطانا كشف عضو ما كاسو نبي وقدو استاغ وحلو حاهلا يكون يوه الرئيان إذا صريق فيهم الشريف مد شرف له دو واحدة تركوه ويكتك جرين مد ضعيف دو واحدة أقاموا عليه الحد حد يكوك جرين وإيم الله إلهي بنقول أرتاه لو أن فاطمة بنت محمد صريقت لقطعت يدها حلو يديك وحكا لها بشيغ يسين مقسومي وشيغ يسين حدي قبل إذا فاطمة دعا إنا يوحده شريعة قعنت على قجر شريعة وهي شريف وضعيف ما تقانون حوي عدالة تقانا شريعة محي تقانا عدالة تقانا وحالها مركا لقوها هلاك سمو حاكم ذي إن ضدك بركا حوغا لقالا هايستان مغا عانا إسكاله إن حوغا هوش اللي قد جيو مساكين تن الله جفال الله يو مكي حدود تمادو وحلوها هلاك سمو صبو كسيدي ذات وحقا لحوالا ضدك نقوم حاكم ذي المدح في الوجه لمن خيف عليه الإعجاب إن قفل أمانه أصوك وهرفضينا أمانته قف كاسو الله غبق إنو سعجب قليل حديب الله أمانه حوغا لا شك شاهو إنو دو سلا وينادو إسلا كبرو إرك إسلا تقو قد أكو طورت مركضم شاسا أموسى وحليه نبي صلى الله عليه وسلم أيام غلنين أمان أمان تيسنا آد أوحى الإيران آد أوحى الإيران ما كاسنا نبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل وهلاكتين أما ننك ظهر يسير دبر كيسا كالجب سي هدين ننك أن لقع عبسي قبل أو هوشن عدي عاشق شيء يساوى معنى أكتيسا كالهين وضد أمركو إخلاص كوضا ميل إنكارن قارو هدين لأمان إيا هدين وحلق شيء واسخومي إخلاص نقاري ميسد إنت مركي حوغال وأماننا جريرك عدا كاقع عيسو حوغا هدي واح لغا شاغانا نوش عاده يسو دميزو ولي مادن قاعد هوش اسكو مدينة نقوطوي صوبة يتاي ادي الهي با واح كربتا مخلوق ادو كرادو واح كا شاغانا شاقيد ديسو حاكو دي ميس
هدوك أمانانا أمان دي سميل كو قارسين ميسو أدي هاو شادة هول عدها نقطو نين مركا أساقا والا قباقي أو حوغابا هدي إلا شاك شاقو الله أمانا عيركي سلتك مايا إيدان أو حالاها لغوها لاك سميل كميته ناو حويل هاو شاد جوجيه أما نينك هدي هاو شاعان وقباقين ولو مالا قار وي بنيين قدو كودن بايو أو ساقالا أو حالاها ومدا دحو لغوها لاك سميل كميته جورو السلطاني نينك السلطانك أو فاجرك ساسا يهولير بحو النبي صلى الله عليه وسلم نين أمير مجيرو أو طبان قف مدح النقض كبضان إسكراف وطبان إلا مالين تقيام والا سوجو جن أصوك عماه لقون ضو وحر لمرجي وحف فوري كرانا مالت إلا عدل عادل لمدي هدو عادل ما سمين باف فوري كرتا أما ما أها وحلا يمجر إلا الفجور فاجر لمد أفرس وطبان نعم أمركا ديمان تستاقان على من قاتان قواري شدال كشبتان هبين الدرار قايليان او حلي امد مدح حارين نقول هدي نقضان وحي امد قبطان اي وحي امد كور قبان مال بل اسكدا امد وحي هدي ديب لقا او امد بي ديبان رفاديا وحي اتران مال ما انت قيمو لسو جوجين تمام بالي نينك انت صور مدح كور نحور ما من امير المجرى عشرة لين تبن امير نقول الا يؤتى به يوم القيامه يوم القيامه مقلولا لا يفكه الا العدل أو يوبقه الفجور وحفران كرنا مجر إلا هدعاء لها وحلاي كرنا مجر إلا إنه فاجرها موي وحلا مركا إذن وهلاقه ومدى وحاكم ذه إن أرنتا للا أمادو أرنتا مركا وحي الله بنيسا وأسفاو الهلاقه الله بنيسا مخلوقين بركة الله بركة كرأي قاسية أسبابت مركا الوهلاقه أسبابت عياكم ذه إن شاء الله وحادرسينا وقضن بين دونا موانع هلاك هلاك كان كسوى هلينا طن إن أنك بتبعدان ربا محان أقول بتبعده وحان رميد اعتقاد كي ونقطها منا شرع الله قد تغي ونقطها منا مخلوق الله لحظة يقول الله بطها انت صورا محان أقول بتبعدي كرنا إن شاء الله ودرسي يا بريو نوعهاني محاضرات النمان تلكاسا مكسوك قابلنا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.